لنشوف شو عم تساوي والخدامة مالها بالبيت. أكيد البيت بيكون مثل المزبلة والولاد بيكونوا زعلانين. يلا صار لي سنين عم بهتم فيهم، خلي أبوهم يلتبش. شو ها؟ أنا زعلت وتركت البيت وهني عم يضحكوا مو فارقة معهم. وهي وحدة تانية. بابا مشان الله لا تعطيه مهمة التنظيف مرة تانية لأنه أخي رح يجن. شعرك اللي عم يوقع على الأرض ليش ما بتضبيه منيح؟ أمي؟ قال أمي قال خوفتيني. ها أنا ما عم بفهمك أبداً إيبك، أنتِ مو معقولة، على القليلة اهتمي بالنظافة ولا تخلي شعرك يقع على الأرض. ماذر؟ أنتِ عم تكوي التياب وأخوكِ عم ينظف البيت والسفرة جاهزة ما شاء الله، مو ناقصكم شي. أمي احكي لك شي كلمة مع بنتك، شعراتها بكل مكان بالبيت. اسحبهم بالمكنسة ابني. قديش صارت الساعة؟ لسه لهلأ ما فطرتوا؟ ليكوا على هالعجة كيف مليانة زيت ومحروقة كمان. بتزعلوا والله. ابني سألوها لأمكن هي ليش اجت على البيت؟ انت اسألها. أهلين وسهلين فيكي أمي، كيفك؟ كيف بدي أكون؟ أمي ليش عم تسألي؟ أنت مريضة؟ لا أبداً، بس هيك عم بسأل عادي يعني. طيب أخدتي شي دواء؟ لا ما أخدت شي. طيب نعطيها شي؟ شو منعطيها فاذر؟ تنقلع. ما بدي شي، بهتم بحالي أنا. جيت لأخذ المخدة تبعي، راسي صار يوجعني كتير من النوم على الحجر. على الحجر؟ المرأة عم تنيمك على الحجر؟ إذا الإنسان نام برات بيته حتى إذا عريش نعام بيحسه كأنه حجر، وحتى إذا المكان دافي بيحسه بارد كتير. أساسا لو كنتي بشر ما كنتي جننتيني. شو ها؟ كل البيت مرتب ونظيف وكل شي تمام، ما شاء الله عليكم. بابا أنا لاحظت أنه أمي ندمت وبدها ترجع على البيت، المسكينة وشها كتير دبلان. وأنا هيك لاحظت، مبين وكأنها بدها ترجع على البيت. شو رأيك لو تنهي هذا الخلاف؟ ها؟ هلأ أطلب منها تضل بالبيت. ليش أنا اللي قلت لها روحي حتى قال لها هلأ ضلي؟ هي ساوت مشكلة وانقلعت من البيت لحالها. ليش عم تصرخ علي؟ أنا حكيت هيك بس لأنها مريضة. لا مريضة ولا شي، هي بصحتها ومثل القردة وما فيها أي شي. بس تعترف بالظلم يلي ظلمته لأولاد أخي وتبطل كل اللعيبة الوسخة يلي بتعملها وقتها بتجي لهون، وغير هيك ممنوع تفوت على هذا البيت. لسه رح تدور علي كتير أورهام بيك. لك ليش تدور عليكي؟ أنا مليت منك ومن أكاذيبك ولعيبك ومؤامراتك، أنا مبسوط وراسي مرتاح هيك. ايه خليك هيك، لسه بدك تضرب راسك بالحيطان لأرجع لك، وما رح أرجع لك لتبوس إيدي. وإنتو يا أسفي عليكم، يظهر كنت عم ربي حياي بحضني. ونحن شو ساوينا لحتى تحكي معنا هيك؟ صحيح أمي، نحن ما ساوينا شي. هي المشكلة الأساسية، إنه ما ساويتوا شي. أولاد غيركم كانوا ساووا المستحيل لترجع أمهم على البيت، كانوا بكيوا وترزوني لأرجع، بس أنتوا شو ساويتوا؟ تعودتوا على غيابي، عم تحضروا كل شي بنفسكم وما عم تحسوا يوم واحد إنه أمكم غايبة. لا تنسوا تسقوا الزريعة. ها؟ أنا ما اشتريت هالمخدات ليضلوا برا والقطط تنام عليهم، تعوا خدوهم فوتوهم لجوا، ما بيعرفوا يساووا شي. لا مبسوطين كتير وهن ما بيعرفوا يساووا. على أساس مريضة وعم تسعود تعافت ولا كأنه فيها شي. شو بيعرفني؟ والله أنا صدقت إنه مريضة. لساتها عم تحكي مع حالها؟ ما صبك خلص تركوها بالناقص منها، المفروض تدفع الثمن على الشي اللي ساوته بالأولاد. بعد هيك belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle.
yine de ışık aramakla geçecek hayat.